هناخو ضمن خما كل الاطفال يصبروا. مفيش عمو مفيش، لا مفيش ما لا يقل عن 100 قتيل سقطوا أمس في القصف الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة. وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس ثمة ما بين 200 إلى 300 قتيل من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى، مشيرة إلى وجود مئات تحت الأنقاض، فيما نفت حركة الجهاد الإسلامي الأكاذيب والاتهامات الباطلة التي وجهتها إليها إسرائيل بتحميلها مسؤولية قصف صاروخي ضرب المستشفى عن طريق الخطأ، مؤكدة أن إسرائيل تحاول بذلك التنصل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية. وتقصف إسرائيل يوميا قطاع غزة، مما أدى إلى نزوح مليون شخص من بيوتهم، لجأ عدد منهم إلى المستشفيات. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الوضع في القطاع يخرج عن السيطرة بسبب العجز عن إيصال المساعدات الإنسانية جاهزة التسليم. معنا من رام الله مراسلنا ماجد سعيد، أهلا بك ماجد. إسرائيل تحاول إذن التنصل من مسؤوليتها. يعني فيما يتعلق بموضوع تنصل إسرائيل، اعتدنا في كل مرة تكون فيها الجريمة كبيرة يتنصل فيها الجيش الإسرائيلي. ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي صبيحة هذا اليوم قال اتهم الجهاد الإسلامي بذلك، ولكنه أيضا قال إن الجيش قام بقصف مرآب المستشفى، كان يضم آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يلجؤون إليه، ليس فقط من الجرحى ولكن من المدنيين أيضا يلجؤون إليه خوفا من عمليات القصف، فإن عمليا ذلك سيؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من هؤلاء في إطار حتى لو كان في مرآب المستشفى، فما بالك عندما سقطت هذه القذيفة الصاروخية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي كما يقول الفلسطينيون في قطاع غزة على المستشفى نفسه، وبالتالي هناك كانت عمليات القتل للجرحى والطواقم الطبية ولمن كان في داخل المستشفى، أطفال نساء رجال الجميع، كما شاهدنا ما حصل مع الصحفية شيرين أبو عقلة عندما قتلها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين. كان هناك تنصل أيضا في البداية من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن على ما يبدو أنه في النهاية ونتيجة الضغط الذي مورس عليها من قبل الولايات المتحدة والعالم، كان هناك اعتراف ولو كان ملتبسا نوعا ما بأنها هناك كان إطلاق نار من قبل الجيش، ويبدو أنها كانت ضحية إطلاق النار هذا. فيما يتعلق بالضفة الغربية، نتحدث هنا هناك مسيرات في هذه الأثناء طلقت في العديد من مدن الضفة الغربية، حيث كانت دعت الفصائل الفلسطينية لهذه المسيرات، وكما نعلم بأن هذه المسيرات تنتهي عند بوابات المدن أي مناطق التماس مع الجيش الإسرائيلي، وبالتالي يكون هناك مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. أيضا الضفة الغربية بأكملها تشهد حدادا وإضرابا شاملا شلم كافة مناحي الحياة، وهذا يعكس حدة الغضب التي يعيشها الفلسطينيون هنا في الضفة الغربية. هذا الغضب ليس فقط ناتج عن ما يجتهدونه وعيد، ولكن أيضا هو ناتج عن العجز الذي يعيشونه هنا في الضفة الغربية من عدم إمكانية تقديم أي من الدعم ربما نسميه العسكري إذا صح التعبير، أو المواجهات التي تكون في بعض الأحيان محدودة. صحيح أنها تشتعل مثل ما جرى يوم الجمعة الماضي، تشتعل أحيانا وتخبو أحيانا، ولكن هم يريدون أن يقدموا أكثر إلى قطاع غزة المكلوم الذي يعاني ما يعانيه من عمليات القصف والتدمير والقتل، وبالتالي العملية العسكرية الإسرائيلية تدمي قلوب الفلسطينيين أينما كانوا، مثلما هي تدمي بطبيعة الحال قلوب العرب في شتى أنحاء العالم.